شو لك مو على بعضك؟ بدي اياك ضروري. شو في سعدية؟ ما بعرف، دبر حالك، اليوم بدي اشوفك ضروري. لك ما فيني اشوفك اليوم، قلي لي شو في، غليتي لي قلبي. لك انا حبلي. شو ها؟ ولي عباي. يلان خادم، اجيتي بوقتك يا خان. اهلين نزلات، تفضلي. عشر لك تفاحة. انت شو بده واقف مع باشا؟ انا مريضة كتير يا خانم، كنت عم قله للباشا بلكي بياخذني لعند العطار يجيب لي دواء حتى طيب. امان ربي امان. بدك باشا كبير ياخد انت لعند عطار حارات مشان انت مريض؟ انت لازم دايات حارات هي يشوف وجعك انت. مفهوم. روح روح ارتاح بوطك. روح. حار. شبو عبد الحميد؟ شو؟ شو في؟ رق قلبك على خادم؟ لا ما رق قلبي ولا شيء، بس يعني خطي مسكينة عم تخدمنا كل الوقت، يعني ما نزعل عليها إذا مرضت شوي أو تعبي؟ نحن نعرف شو وجعه خادم. شو وجعه؟ لازم هذا خادم يتجوز. شلون شلون؟ مشان يكون عنده بيت، عنده رجال، يكون مرتاح، ونحن نجيب خادم جديد بداله. بدك تجيبي خدامة جديدة؟ انت قولي بكرة لهذا خادم عندك بالحكمة دارية. عزمي يعني؟ ايه عزمي، قولي له حضرة جناب نحن بده خادم جديد، بس ما يكون صغير مثل سعدية. شلون؟ بده خادم كبير مشان يكون يعرف يشتغل منيح. ايه امري امري. لا تنسي بكرة قولي له مشان يبحث عن خادم جديد. مثل ما بدك. بده ينزل بأي طريقة، عم تفهمي؟ وشلون يعني بده ينزل؟ ما بعرف شلون، وإلا أنت رح تنقلعي من البيت. ومين اللي بده يقلعني؟ الخالو مرتي عم تدور لك على عريس وطلبت من الداهية إنه تشوف لك، بقى إذا صاروا تجوزتي ما رح يصير لك خير أبدا. ها؟ إيه، وأنت كمان ما رح يصير لك خير يا باشا. شلون بقى؟ الخانم رح تعرف شو كنت عم تعمل معي، لأني ما رح أسكت وقت أتجوز وجوزي يعرف إني أنا ماني بنت بكرية. إيه؟ وأنت بتعرف الخانم قديش قوية عليك، يعني يمكن تقلعك برات البيت وتقلعك من الحكم دارية، هذا إذا ما أخذت رتبة الباشا منك. هيك رح يصير ولا لا؟ هيك والله. نحن لازم نتجوز. لك لا تحكي هيك حكي أبداً، لا تفكري هيك تفكير أبداً. وأنا ما رح نزل الولد. بدك تنزلي غصب عنك، فهمتي؟ ما بدي نزله، الله يوفقك ما بدي نزله. بده ينزل. حتى لو نزلته الخانم رح تعرف كل شيء. مزبوط والله. قولي شو العمل هلا سعدية؟ خلينا نرتاح من الخانم يا باشا. شلون نرتاح منه؟ لازم تموت. إذا عرفتي شو عم بعمل مع سعدية ما رح تسامحيني، بس ما سألتي حالك ليش أنا عم ساوي هيك معه ومع غيره؟ ما سألتي حالك ليش أنا رضيت فيكي مع أنك أكبر مني بشي 15 سنة؟ ولا أبوكي اشتراني إليك مثل العبد الذليل مشان صير خدام من رجليكي؟ بس مو الحق عليكي، لا الحق على أبوكي الباشا، حق علي أنا اللي رضيت بي حالي لإلك كرمال صير باشا كبير بالحكم دارية. وهلأ صرت أنا باشا كبير بالحكم دارية وما رح أتنازل عن منصبي هاد لو شو ما صار. هذا الحكي يا نصلط بيعني أنه مثل ما قالت سعدية، أنت لازم تموتي، لازم. أنت لازم بيفحص هذا خادم سعدية مشان نشوف شو وجع بطنه، شوف إذا بده حكيم ناخده حكيم، ما بده حكيم خلاص ما بده حكيم، شوف وجعه. خلاص خانم ما بده حكيم، أنا بشوفه. شو بدك أنت؟ تعي حبيبتي خلص شوفه أنت بحصه. يلا
ام البشر الله يخليكي لا تقولي لا الله يخليكي. خلصنا بقى ولي سعديه، طالما انت ما فيكي شيء ولادك مريضه ليش عم تكذبي؟ لاني عم بهلك من شغل البيت، بلكي بيجيبوا لهم خدامه ثانيه معي. هلا هي شغلتك كلياتها؟ ايه خلص، معناها انا ما راح اقول للخانو انه انت كذابه. الله يخلي لي اياكي. روحي روحي ساوي لي كاسه شراب الورد عطشانه. ايه تكرم عيوني. يلا لا تطولي. لا الحمد لله ما فحصتني وعرفت اني هبله. انت لازم بيشوف عريس مشان خادم سعدية، لازم يتجوز. اي مو على عيني وراسي يا خانو، الف طلب مثل هالطلب الك علي لجوز لك اياها احلى جوازه. بس انت لازم بيعجل بهذا جواز، حرام. نحن زعلان على سعدية، صار صبية، صار عمره هالعمر، ما عنده بيت، ما عنده رجال، ما عنده اولاد دايت حرات. تطلعي على قبري يا خانم، شو انك طيبه وقلبك حنون. حرام حرام، صار صبيه سعديه حرام. اي والله يا خانم معك حق، حكيك جواهر. ليش الوحده منا مين لها غير جوزها واولادها؟ انت بيبكي دايت حرات؟ كلهم يا خانم تركوني، تركوني وراحوا، لا ولد ولا رجال ولا مين يدير باله علي بكبرتي. شلون ننزله؟ هذا شغلته سهله، جبت لي عشبه منيحه كثير، بتاخذي منها ثلاث مرات باليوم. بيقوم الولد بينزل شاف ونتف، ماشي؟ ماشي. وهيك تخربطيها العشبه للولد والبودره لغسله. ايه خلاص. ايوه. صار معه عبد الحميد. شو له صار؟ قلت لي عزبي نحن بده خادم جديد بدل سعدية. اوف والله نسيت له العزبي. ليش ما قلتي له؟ ليش؟ والله انتهيت بالشغل يا نصلات وجيت شوكات يعني كركبتني شوي. انت ما لازم تنسي، نحن لازم نجيب خادم جديد بدل هذا. خلص خلص خلص، بكره بقول له العزبي. وليش بدك تقلعيها؟ نحن ما بده نقلعه ابني، نحن بده يتجوز هو. وليش بدك تجوزيها؟ خليها عندك عم تخدمك، ما زالت علمت شغل البيت مثل ما بدك. ها شفتي؟ انا مع شوكت. ها يعني هلا جيبي خدامه جديده وتعلميها شغل البيت وشلون التنظيف وشلون التعزيل. بدها تعزبي كثير، هي سعديه بتعرف، خليها. معلش معلش، نحن بقول لخادم سعديه يعلم خادم جديد شغل البيت، وبس خادم جديد يتعلم منيح منقول لسعدية مع سلامة. مثل ما بدك. أنا بقول لا تجوزيها وخليها عنا عم تشتغل، إلا إذا شايف عليها شي مو منيحة ساعتها من هلأ قلعيها. لا ابني لا، أنا ما شفت عليه شي أبدا أبدا، بس نحن بيقول هذا خادم لازم يتجوز، لازم يصير عنده بيت أولاد، يصير عنده رجال. تصطفل يا مو تصطفل، ونحن من ايمت كنا نهتم للخدام اذا تجوزت ولا ما تجوزت؟ وانت يا عبد الحميد شو بيقول؟ نخلي خادم سعديه ولا نقول له مع السلامه؟ يا نظرات مشان الله، خلص ساوي اللي بدك اياه، بدك تخليها خليها، بدك تقلعيها قلعيها، لا تدخليني بهيك سيار انا مشان الله.